بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الجن والإنس ليعبدوه، وبين لهم طريق الخير ليسلكوه وطريق الشر ليجتنبوه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، تأملوا ما في كلام الله وكلام رسوله من الحكم والأحكام، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأنا أسمعكم حديثا من كلام ربكم عز وجل، رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يخاطبكم فيه ربكم ويأمركم وينهاكم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. لقد كان السلف يعظمون هذا الحديث غاية التعظيم، وهو جدير بذلك. كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وذلك لأن هذا الحديث خطاب من الرب جل وعلا لعباده، يتضمن معاني جليلة، أولها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم ونهي العباد أن يظلم بعضهم بعضا. وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الشيء في غير موضعه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وثاني هذه التوجيهات الربانية بيان افتقار العباد إلى الله عز وجل في هدايتهم من الضلالة، وإطعامهم من الجوع، وكسوتهم من العري، ومغفرة ذنوبهم، وأمرهم بطلب هذه الأمور منه وحده. قد استدل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بتفرد الله بهذه الأمور على وجوب إفراده بالعبادة، فقال لقومه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين،
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وهدايته ورزقه وإحيائه وإماتته ومغفرة ذنوبه في الآخرة هو المستحق أن يفرد بالعبادة والسؤال والتضرع. وثالث هذه التوجيهات الربانية بيان أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى غني حميد لا حاجة به إلى طاعة العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما يعود نفعها إليهم هم، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فهو سبحانه مع غناه عن عباده يحب منهم أن يطيعوه ليثيبهم، وأن يستغفروه من ذنوبهم ليغفر لهم تفضلا منه وإحسانا. والعباد مع فقرهم إلى الله وحاجتهم إليه يبتعدون عنه ويبارزونه بالمعاصي ويضرون أنفسهم، وهذا من جهلهم وغرورهم. ثم أكد سبحانه وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم سلطانه ثم أكد سبحانه وقرر غناه عن طاعات عباده وعظيم سلطانه الذي لا يصل إليه الضرر بحال من الأحوال، وأن ملكه تام لا تزيده طاعة المطيع ولا تنقصه معصية العاصي، وأن خزائنه لا تنقضي مع كثرة الإنفاق. فلو أن كل الخلق كانوا تقاة ما زاد ذلك في ملكه، ولو كانوا كلهم فجرة ما نقص ذلك ملكه، ولو سألوه كلهم فأعطى كل سائل حاجته ما نقص ذلك مما عنده، فدل ذلك على أن ملكه كامل على أي وجه لا يؤثر فيه شيء، وأن خزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى الأولين والآخرين والجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حث الخلق على طلب حوائجهم منه سبحانه وتعالى. وآخر هذه التوجيهات الربانية الكريمة بين سبحانه أنه يحصي أعمال عباده خيرها وشرها ثم يجازيهم عليها، فالشر يجازي عليه بمثله من غير زيادة إلا أن يعفو عنه، والخير يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله تفضلا منه وإحسانا. ثم بين سبحانه أن الخير كله فضل من الله سبحانه على عباده من غير وجوب استحقاق لهم عليه، وأن الشر كله من عند ابن آدم بسبب اتباع هوى نفسه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا هو الذي يقع في يوم القيامة، فأهل الخير يقولون: الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأهل الشر ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وذلك حين تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اتقوا الله عباد الله وبادروا بالأعمال الصالحة وتوبوا من الأعمال السيئة ما دمتم في زمن الإمكان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.